قناة النادي الأهلي في كل مكان، أحد أبناء الأهلي المخلصين الكابتن سامي قمصان اللي في أوقات كتير جدا لازم نديله حقه ونتكلم على دوره وأهميته. كابتن سامي، مليون مبروك على كأس السوبر، البطولة رقم 15 في كأس السوبر المصري للنادي الأهلي. إنجاز جاي بعد بطولة صعبة، بعد ماتش صعب، فرحته النهاردة مهمة جدا. بنقفل الصفحة اللي فاتت وبنبدأ النهاردة وبنبني على اللي جاي بإذن الله. كابتن سامي، مليون مبروك النهاردة على البطولة. طبعا مبروك طبعا ليك، ومبروك لكاب شوبير، ومبروك لجمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت، بطوله بالنسبه لنا مهمه جدا، خصوصا طبعا بعد الاخفاق الاول. بتقول ايه؟ مبروك يا فنان، مبروك يا فنان. زي ما قلت لك، بطوله كبيره جدا بالنسبه لنا، خصوصا بعد الاخفاق في السوبر الافريقي، وانت عارف صعب جدا علينا وعلى جمهورنا ان احنا نتقبل لا قدر الله خساره تاني. يعني بشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت، بشكر اللعيبه طبعا. الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه جدا علينا وعليهم، عارف، مقدرين طبعا زعل الجمهور النادي الاهلي، لكن في الاخر احنا بنحاول نعمل اقصى حاجه عشان نساعدكم. يمكن دي يعني مبدا من بادئ المنظومه كلها بتاع النادي الاهلي، ان كل الناس بتسعى عشان يساعد جمهور النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه بالنسبه لنا جدا. فبشكرهم، بشكر الجمهور اللي جه النهارده وشجع بشكل ايجابي جدا جدا طول الماتش، خصوصا في الاوقات الصعبه. بشكرهم، دي حاجه مش غريبه على جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله عندنا بطوله ثانيه بقى مهمه جدا، محتاجينهم اكتر واكتر، محتاجين طبعا وجودهم معانا بشكل كبير، لانهم بعد ربنا بيدونا طبعا دفعه كبيره جدا، وان شاء الله نحقق البطوله اللي جايه ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي، الجمهور او معظم الناس شايفه ان الكابتن سامي احد افراد الجهاز الفني، لكن في امور احنا بنشوفها موجودين معاك، حاله الحب اللي بينك وبين اللعيبه، اخ اكبر للعيبه، في لعيبه بتتكلم على المستوى الشخصي، الكابتن سامي قمصان دايما بينصحني بكذا، دايما بيكلمني بكذا، اعتقد حاجات بتعني لك الكتير يا كابتن سامي. بص، يعني انا اعتقد ان دي حاجه طبيعيه، يعني اي حد منتمي النادي الاهلي طبعا بيحاول يعمل اقصى حاجه ممكنه يعني عشان تساعد اللعيبه وتساعد المنظومه نفسها اللي هي تنجح. يعني النادي الاهلي دايما هو اللي بيضيف لاي حد، مفيش حد بيضيف للنادي الاهلي. الناس بتحاول تجتهد وتخلص عشان ده شغلها وده دورها، لكن النادي الاهلي هو اللي بيكبر، هو اللي بيخليك صاحب نجوميه وبيخلي الناس تعرفك. فطبعا الفضل طبعا بعد ربنا طبعا للنادي ولجمهوره. عاوز اقول برضو حاجه مهمه جدا بالنسبه للجيل دوت، يعني طبعا هو بيكمل مسيره الاجيال اللي قبل كده، الحمد لله بيحقق نتائج كبيره جدا وبطولات كبيره جدا. يعني ان شاء الله اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تحقق اكتر واكتر، لان انت عارف ان وجود اي حد في النادي الاهلي ده بالنسبه له حاجه كبيره جدا. يعني كابتن سامي، النهارده المحاضره الاخيره قبل التحرك لملعب المباراه، احنا عارفين الوقت دايما طولت شويه، ايه اهم الامور اللي اتكلم فيها المستر مارسيل كولر مع اللاعبين؟ دايما متعودين المحاضره بتبقى مثلا 20 25 دقيقه، النهارده طولت شويه يا كابتن سامي. بص، انت طبعا بتسعى طبعا يعني ان انت تاخد بكل الاسباب، ويمكن هو الراجل اتكلم في النقطه ديت مهمه جدا. يعني بنحاول ان احنا نشتغل، اتكلمنا مع بعض كتير كجهاز، اتكلمنا مع اللعيبه، وجود طبعا الكابتن معانا طبعا دي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. يعني يمكن هو كان ليه لقاء معانا قبل التمرين امبارح برضو، اتكلم قد ايه اللعيبه احنا عندنا ثقه فيكم ان انتم افضل لعيبه الموجوده في مصر وفي افريقيا، ودي ادتنا ثقه كبيره جدا يعني، وادت للجهاز واللعيبه ثقه كبيره ومسؤوليه كبيره. بشكر كل اللعيبه اللي هي طبعا برده كان النهارده ما كانتش موجوده، وروحها كبيره جدا يعني، كل اللعيبه اللي كانت بره، سواء بقى كريم الدبيس او اللعيبه الصغيره اللي كانت موجوده كلها وما شاركتش بشكل كبير يعني، او حمزه والناس كتيره جدا كانت النهارده. فاعتقد الحمد لله النهارده بطوله كبيره وفرحه كبيره، لكن زي ما قلت ان احنا متعودين انه قدرنا وقدر النادي الاهلي، اللي انت بعد ما بتفرح بيبقى عندك بقى تحدي تاني اكبر. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ان احنا نحققه ان شاء الله بشكل ايجابي. كابتن سامي، وبالتوفيق اللي جاي باذن الله.